وتحدث هيكتور هيكتور كوبر مع اللاعبين حول عدم يعني الافراط في الثقه وعدم العشوائيه في اللعب. انطلاقه حلوه قوي من كهربا، المساحات اللي بيجيب فيها كهربا، ينتظر محمد صلاح وعرضيه وكهربا وحارس المرمى ترجع وباسم وجول وجول جول 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 جول. باسم مرسي، باسم مرسي يسجل لمنتخب مصر ايه هدف من الاهداف السريعه بعد دقيقه و20 ثانيه. كهربا ينطلق، حارس المرمى ديالا يدلنا الهديه، وباسم مرسي ضيع الاولى مع الثواني الاولى من اللقاء، لكن هذه المره يسجل امامنا. شوف انطلاقه كهربا، ادي امامنا محمود كهربا، انطلاقه حلوه قوي من كهربا وعمل عرضيه، حارس المرمى مخطوط وامامنا اهي الكره ترتد. وباسم مرسي بقى الحاجات اللي بيحبها، الحاجات اللي بيغمزها كده، سن جذبه حلوه قوي، هدف اول وهديه من الحارس امامنا ديالا، والكره على طول بسن الجذبه عملها حلوه قوي باسم مرسي. ذكاء في التحرك، توقع عالي، عنده القوه والالتحام، ويسجل بعد ما كان ثاني هداف الدوري المصري هذا الموسم باذن الله. ثم تستضيف مصر باذن الله نيجيريا يوم 27 مارس باذن الله العام القادم، وبعد كده مع تنزانيا. نشوف هذه الهجمه، انطلاقه فارق السرعه، وادي باسم، باسم باسم يا ولد يا ولد يا ولد، باسم ينطلق، باسم ينطلق ويجعل الشعب المصري دائما ضاحك. باسم مع باسم مرسي الذي يضع الكره باقتدار، انطلاقه بمهاره، وهدف بياتي في الدقيقه 24، وبالتالي اصبحت النتيجه كلها شيء. احيانا الانانيه مطلوبه، تقدم ووضع الكره في الزاويه الضيقه باقتدار امامنا، هو باسم مرسي يسجل هدفه الدولي الخامس في رابع لقاءاته بانطلاقه وفارق السرعه، هو امامنا وانطلق ومفيش تغطيه من جيب النكيسه، واخد الدفاع تشادي وراه بيجريه من جميله وراه هنا، ولكن هنا بقى الكره اللي يعني بيضعها باسم مرسي. صام كثيرا في الفتره الاخيره محليا نيانجا، كرات اللي بيحاولوا من خلالها منتخب تشاد، كرات عاليه هذه المره خطره جدا، هارون وضعها، هارون هدف هنا من خطا يعني دفاعي من المنتخب المصري، والمره دي هارون بقى ما اختارش القوه، اختار ان يضعها بعقلانيه، وصعبه جدا تعمل بند في الارض وتضرب في الارض الملعب ويبقى الهدف اللي ما كناش نتمناه وسط سيطره مصريه ووسط احساس يعني من جانب اللاعبين امامنا. شوف هنا حازم امام وتغطيه دفاعيه مش موجوده من رمضان صبحي المكلف بهذا الرجل، ولكن طبعا قله الخبره ليها دور. وادي امامنا هارون اللي كان متقدم في هذه الكره، الكره العرضيه من قائد ايزيكال، والراجل بيرفع ايده وبيحذر هيكتور كوبر، ولكن كره في الشباك عن طريق اللاعب ناجيم هارون، الهدف في مرمى منتخبنا عن طريق اللاعب كونستانت. حسب الارقام اللي عندي هارون هو الظهير الايسر حتى المباراه الماضيه امام نيجيريا. ادي محمد صلاح والهدف الثالث، الهدف الثالث، فرصه في دفاع هنا امامنا، هو محمد صلاح هدفه مع المنتخب الاول رقم 22 ويتساوى مع جمال عبد الحميد، ولكن الاهم ياتي هذا الهدف. ادي امامنا الازهر في كل مكان دائما وابدا، نبراس للعلم في تشاد هنا رجال الازهر يحتفلوا بهذا الهدف، الهدف ادي امامنا اهو باسم. شوف الدفاع، الراجل لسه نازل، اللاعب هيلاري والدفاع المتواضع كيفن رقم 5، وعلى طول المره دي بقى محمد صلاح، محمد صلاح روما امامنا اهو يضعها في المرمى ويبقى الهدف في الدقيقه 40، لكن مضغوط مره ثانيه. ادي باسم عامل هدفين حلوين، والكره بتاعت كهربا ترتد، الكره من امامنا اهو، الحارس المره دي كهربا، كهربا امامنا اهو يسجل، ارتدت من القائم، محمد صلاح تركها له، وكهربا امامنا اهو اللي مكهرب الدفاع ومخلي يعني ايه الراجل مخلي دفاع منتخب تشاد يعني عملها لهم ضلمه، وهو اللي منور في المباراه النهارده كهربا، ويجيب الهدف الجميل من المتابعه. بص حضراتكم ادي باسم عملها حلو قوي، بص الدفاع بيتفرجوا زينا بالظبط، ادي ترجع محمد صلاح يسيبها لكهربا، وحارس المرمى بقى اي حاجه تخش، والله لو ثلاجه هتدخل، لو طبعا هي مبالغه اللي اقول لحضرتك، لو سددت لو شطت ثلاجه هتدخل في الراجل ده امامنا. ادي 4-1 والهدف في الدقيقة 56 يجذبه اللاعب نجيم هارون في هذه المباراة في الدقيقة كان 37. يا ولد يا ولد يا ولد يا باسم، يا ولد يا باسم، يا ولد يا باسم، هاتريك امامنا اهو لهذا النجم باسم مرسي، يسجل هاتريك، يسجل هدف خامس في
في الدقيقة 62 أمام باسم مرسي. يا ولد يا باسم، ارتقاء بضربة رأسية، روعة 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 في هذه المباراة. الهاتريك هنا من جانب باسم مرسي اللي بيرفع رصيده في 4 لقاءات دولية لست أهداف وضربة رأسية، والمرة دي بقى في الشباك، كرة على طول ملعوبة. وملعوبة إيه يا ولد؟ تريزيجيه أمامنا أهو، الراجل دخل خرج رمضان صبحي أحد المواهب ونزل أحد المواهب الأخرى، وأمامنا أهو باسم مرسي يسجل هاتريك.